تعرفوا ليش احنا غير؟ لأننا نتميز بمجتمع متواصل. الشباب ما حد يروح البيت اليوم، افطورهم علينا. عزموني لا، متواصل وبشكل حقيقي، كل شيء جديد نتحداه ونرجع فيه لعاداتنا في التواصل. عن حد يزعل راعي الكورة يا أخي، الشوارع زحمة. سليم سوي لحية مزبوط. سليم أنا يفطر داخل دكان، تعال فطر معي. والكل زمان نكهته الخاصة. هي هي أيام المسنجر وتقرقيعة الكيبورد. نخترع استخدامات لكل شيء. خليني أكتب اسمي على الصفرية. ما ترجع ليش الصفرية أم يونس ومتروسة بعد. روح راعي المظلة. المهم كل من يسكن عمان يحمل قيمها. خلي هذا مني. أنت ليش فاير مدرسة مروان؟ وأهم شيء التواصل الحقيقي. ومهما تطورنا لازم نرجع لقيمنا وأصالتنا. يلا شباب تعالوا خلونا نروح نصلي. متواصلين على خير. والله أنت كمان عليك سوالف.